دورة تكميلية لطلبة الثانوية العامة طغت عليها أعداد كبيرة من الراغبين برفع المعدلات، على العكس من السنوات الماضية التي كانت تخصص في الأغلب لمن لم يستكمل متطلبات النجاح. رفع معدل اليوم امتحان علوم إسلامية، كان امتحان سهل واضح، يعني اللي اكتفى بقراءة المادة، بس قراءة جاوب. علوم إسلامية عدته عشان ما استكملت النجاح، لأنه صراحة نجحت فيه نجاح كلية مو جامعة. لا الحمد لله أسهل من الأول، بس يعني سهل، اللي دارس بيعرف يحله. مش عارفة. أسهل حسيت. يعني في أشياء دقيقة، بس يعني إجمالا أحسن من الامتحان العام. كيمياء الحمد لله سهل، بس هو دقيق، بس بطلع معك يعني الحمد لله. يعني كأرقام بدك تركز شوي، وله كتير سهل يعني على الدرس ما بتغلب. طلبة الثانوية العامة رصدوا الأهداف وعزموا الأمر للحصول على معدلات أعلى من التي حصلوا عليها في الدورات النظامية، أملا بدخول التخصصات الجامعية التي يرغبون فيها. بعض المدارس وتحديدا في الجلسة الثانية وخصيصا مدارس الذكور لم تحظى بأعداد كبيرة من الطلبة، على العكس من مدارس الإناث. تخصصي أنا أدبي، كان عندنا تاريخ عرب، عدد الطلاب 3 طلاب فقط لا غير، يعني كان الامتحان إن شاء الله سهل، إن شاء الله نتعدى في المرحلة اللي بعدها وما في أي صعوبات، إن شاء الله نكون ناجحين فيه إن شاء الله. بس الامتحان إن شاء الله إنه سهل، يعني أسهل من الامتحان اللي قبله كان. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله للجميع إن شاء الله. الحمد لله الامتحان كان سهل، وراعوا ظروفنا إنه ما كان في مراكز، ما كان في مدارس، وكان في تباعد اجتماعي، وكان في كان في بالقاعات فحص، والحمد لله يعني الامتحان والله كثير كثير سهل يعني، واستغلناها احنا إنه على نمط كمان ضع دائرة، يعني الواحد هسه فلل، يعني أنا رجعت نزلت هاي المادة رفع معدل، والحمد لله يعني كل شيء تمام إن شاء الله. التفاؤل سيد الموقف، فالآلية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم وسعت الآفاق أمام الطلبة للالتحاق بالدراسة الجامعية. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.